جولتنا من داخل سوق الدمازين الكبير لنقل حياة الناس في هذه المدينة. نحن الآن من سوق الخضار والفواكه برفقة أحد التجار في هذا السوق. أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ الحمد لله. أنت منو؟ أنا يعقوب علي. يعقوب علي من الدمازين. هنا يعقوب أنت؟ هاي عقب الحياة في الدمازين كيف؟ بس ما شاء الله شايفة في مانجا جديدة وشايفة في ده برتقان وده جرى فروت مش؟ نعم. ده جرى فروت ده برتقان صغير. كيف الحياة والمعيشة في الدمازين؟ الله الحمد لله. أولا نحيي هذا القناة قناة البلد. فالحمد لله يعني طبعا يهود الخضار وكده. سوق طبعا والله الحمد لله يعني الخيرات واجدة لكن البيوع بسيطة ما في مشترين بسيط وكده. ما في مشترين؟ ليه ما في مشترين؟ الناس ما عندها قروش. ما انتوا تبيعوا حاجات غالية يا شباب. قروش ما في. قروش ما في. هسه كيلو المانجا بكم؟ المانجا ما بالكيلو عندنا بالكوم. بالكوم الدستة ب 2000 جنيه غالية. الخرطوم مرخص من كده. نعم. عشان كده الناس ما بيشتروا منها. نعم. عدو رخصوا الحياة شوية. جابوا من التجارة كم كم من سنجا سنار. جيبوا لك. أنا سنجا سنار ما قريبة بيجا. نعم. لكن جابوا يجيبوها. فات الحمد لله. ليش طبعا؟ كان حصلت مشاكل في الدمازين مؤخرا ومشاكل في البلد. أثرت عليكم في السوق هنا بشو؟ والله أثرت. الناس كلها طلعت. فات الحمد لله هسه ودار ودار أمنية هذه. الله يكون وياك. الخدمات كيف في المدينة؟ الله خدمات مدينة طبعاً الدمازين ده هو كهرباء وموية لكن الحمد لله متوفرة. لكن من ناحية الخدمات الثانية ما عندنا خدمات والله. كون داخل كون مساعدات إنسانية كده ما في. مساعدات داري باش ما في تعبوا ما هو دخل داركم وهم دخل يكون واجب. ما كافي. بعدين شغالين. ما كافي. ما كافي. حاجات غالية. الأسئلة دخلت اليوم من التجارة دي كويس؟ والله الحمد لله واحد بيطلي كيس عيال والحمد لله يعني بيمشي البيت بكره بيجي كمان الحمد لله. نعم ان شاء الله ربنا يعينكم. ان شاء الله. امنياتكم شنو يا عبود؟ والله امنياتنا نحن دارين نحن كفتريشين بالذات دارين يوفروا لنا مساحات عشان الواحد يقدر يشتغل لان نحن هنا بنجي ساعة واحدة ساعة اثنين عندنا محلية ما بتخلينا عشان نشتغل. ما بتخليك تشتغل. نعم. وبرغم الاداء ظروف المعيشة والله صعبة. الوقت تجي تجاسب بهنا بين عصام قلت الحمد لله الاسبوع ده هنا كويسين ما في حاجه. يعني انتوا دايرين المحليه تعمل لكم مساحات ممكن تعمل لكم سوق؟ ايوه ممكن يعمل لنا سوق محل مجمع كده تبارك صغيره يشد لنا يعني حاجات كده يعني عشان الواحد يقدر يعيش في عياله كده. بتحلم بشو مستقبل اولادك؟ والله بنحلم بمستقبل اولادي ابنائي دايرين يتالموا والله انا دار لي كشف في السوق والله اي محله بس دار لي محله المهم يوزوا للناس دي محلات بس الناس تقدر تطلي اكل اجل تيار الناس. شكرا. جزيلا 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 ربنا يعينكم ان شاء الله. جزيلا شكرا. بارك الله فيك. اخونا يعقوب امنيته واحده انه توفر له كشف في سوق الدمازين عشان هو يقدر يبيع بضاعته واكل اولاده بدون مضايقات السلطات المحليه. وامنياتي انا الأمن والاستقرار في ميدان. شكرا يا بارك الله فيك.